بحلقة Property Yours لليوم رح نتعرف على كيفية العقارات المتوفرة بلبنان واللي بتشمل شقق سكنية، مكاتب، فيلل وأقسام تجارية متنوعة. لكل الأشخاص اللي بيرغبوا بالتملك بلبنان ما قلن إلا يتابعونا، خليكن معنا. Escape Residential Compound كاشف على منطقة ترميلة، مؤلف من 70 فيلا وبيمتد على مساحة أرض 30,000 متر مربع. موقعه بعيد 20 دقيقة عن بيروت، مع أكسس سهل بعيد دقيقة من الطريق العام، وقريب من المطار وأهم المدارس والجامعات والمنتجعات السياحية بالمنطقة. قسم من الفيلاز دوبلكس مساحتهم بين 180 و 300 متر مربع، وقسم تريبلكس مع انترنال اليفيتور مساحتهم بين 360 و 450 متر مربع، بالإضافة لروف مع تراس بكل فيلا. مودرن ديزاين بالعمار، وأكثر من 55% خضار وغاردنز داخل المشروع. لكجري لايف ستايل وخدمات عديدة مأمنة، مول تجاري، جيم وسبا، جيتد كوميونيتي وسيكوريتي، واثنين لأربع باركينج لكل فيلا. دبل وولز ودبل جليزينج، تجهيز اي سي وسولير سيستم، كهرباء ومي 24/24، يوروبيان باثروم ستايلز وسانيتري، بالإضافة لبرايفت جاردن بكل فيلا مع تجهيز لسويمينج بول حسب الطلب. اسكيب مشروع فيلل اندر كونستراكشن بعيد 700 متر عن البحر وكاشف على سي فيو ما بينحجب. 25 فيلا من اصل 70 بعدهم افيلبل للبيع، وكل فيلا خاصه ومستقله. اما التسليم ابتداء من 2018. تسهيلات مميزه للدفع وتقسيط 25 سنه باقل من 1% فايده، والستارتنج برايس 300,000 دولار. رينج 200 تاور سكني موقعه استراتيجي ببيروت، بيطل على حديقة جبران والأسكوا وعلى بعد 10 دقائق من المطار. بانوراميك فيو على البحر والمدينة والجبال. مؤلف من 11 طابق وشقة واحدة بالطابق. مساحة الأبارتمنت 230 متر مربع، بيتضمنوا 2 صالون داينينج و 3 ماستر بيدرومز. 9 أبارتمنت أفيلبل للبيع وجاهزين للسكن، وأندرجراوند باركينج لكل الشقق. من أهم المواصفات الداخلية: رخام إيطالي، كيتشنز وباثرومز أوروبية، هيتينج وإير كونديشنينج سيستم، بالإضافة لبولت وساوند بروف جليزينج. رينج 200 تاور جاهز للسكن بوسط بيروت، تحديداً شارع فؤاد شهاب، مساحة خضراء بالطابق الأرضي بالإضافة لسيكوريتي مأمنة. بيروت جاردنز بروجكت بآخر مراحل الفينيشينج، موقعه بأهم نقطة بوسط بيروت كاشف على فيو البحر والمرفأ. مكون من 3 أقسام: محلات تجارية، مكاتب، وشقق سكنية. 4 بلوكس، 2 للمكاتب مع مدخل مستقل، و2 للشوبس والأبارتمنت. مساحات الشقق بتتراوح بين 180 و 450 متر مربع سامبلكس، وبين 275 و 435 متر مربع دوبلكس. عدد الشقق الأفيلبل للبيع 26، أما المحلات التجارية 9، بالإضافة لأربع أندرجراوند فلورز للباركينج والستورج روم. مواصفات العمار على مستوى عالي ومودرن ديزاين بالخارج. أما بالداخل، رخام أوروبي وباركي ماسيف، شوفاج وسنترال أي سي، خدمات عديدة مأمنة بالمشروع: سويمينج بول، جيم، سيكوريتي 24/24، وأربع برايفت جنريتورز. بيروت جاردنز هاي اند بروجكت بجيتد كوميونيتي، بمنطقة استراتيجية قريبة من أهم المراكز التجارية بالمدينة، والتسليم بأول 2018. أب تاون
بادارو مجمع سكني وتجاري، موقعه بأبرز نقطة ببادارو بمنطقة هادية وبنفس الوقت عنده أكسس سهل. بيتميز بقربه من المتحف الوطني، المدارس، الجامعات، المستشفيات وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. مؤلف من 3 أبنية، 2 للسكن ومبنى مخصص للمكاتب بالإضافة لأقسام تجارية. العدد المتبقي للبيع 7 شقق سكنية بين 184 و218 متر مربع، 3 مكاتب بين 117 و180 متر مربع، وثلاث أقسام تجارية بين 207 و254 متر مربع. Underground floor مخصص للباركينج والستورج. قسم المكاتب والشقق تابع لإله 2 باركينج سبوتس، أما الأقسام التجارية تابع لإلهم 5 باركينج سبوتس. بيتميز المشروع بمساحات خضراء، مالتي بيربس هول، جيم وتشيلدرنز بلاي روم، ومجهز بسولر سيستم اي سي يونتس وهيتينج سيستم. أبتاون بادارو مشروع بيتمتع بمودرن ديزاين ومواصفات عالية بالعمار بالإضافة لسيكوريتي 24/24، حالياً بآخر مراحل الكونستراكشن والتسليم بآخر 2018. أعلنت وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية عن الدفعة السادسة من برنامج سكني بعدد 23700 خيار سكني وتمويلي، تشمل الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية، ليوصل إجمالي ما تم إعلانه ضمن برنامج سكني لهالعام حتى شهر حزيران 128 خيار سكني وتمويلي. هيدي كانت حلقتنا لليوم، راسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك ومتف.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على معاد.